يقول السائل: ما حكم من سب الله عز وجل عند الغضب؟ وهل يشترط القصد حتى يخرج من الملة؟ يا إخوان لا تجادلون في المسائل هذه. من سب الله فهو كافر، من سب الله فهو كافر يستتاب، بل إن العلماء يقولون لا يستتاب، يقتل على كل حال، لأنه أصبح زنديقا، والزنديق ما يصدق في توبته، فقلبه فاسد يقتل. فالذي يسب الله ويسب الرسول هذا كافر، إن كان يدعي الإسلام فهو مرتد، فهو مرتد يجب قتله. نعم.